من فتاوى شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة نقدمها لشيخنا والدنا محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في ليلة الخميس الخامس من شهر جمادى الآخرة لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. سائل يقول: شخص يخرج إلى صلاة الفجر وعند فتح الباب تسقط ورقة على الباب ويفتحها وفيها نقاط ويحصل بينه وبين زوجته خلاف، فما نصيحتكم؟ على كل هذه الورقة قد يفهم أو يتوهم أنها سحر، والذي يظهرنا ليست ورقة سحر، إنما تكون من شخص يحاول يخوف هذا الرجل أو يحرش بينه وبين زوجته. وأما أنها سحر فالذين يتعاطون السحر ويأتون بالسحر يجعلونه في مكان يبقى مخفيا فيه من أجل أن يستمر، إذا استمر بقاء السحر في المكان استمر الجن والشيطان يؤذي المسحور، فإذا كشف السحر وعرف هنالك يعني في الغالب أن الجن الذي جاء عن طريق الساحر يتخلى ويذهب عن المسحور، فيتوقع أن هذه من شخص عادي ليس ساحرا ولا آتي بورقة من قبل السحرة، وإنما قد يكون من باب أنه يريد التخويف لهذا الرجل أو إثارة الفتنة والتحريش بينه وبين زوجته، والله أعلم. www.sh-imam.com